مين اللي سالته انك ترشح نفسك؟ يعني مين اهتميت انك تاخد رايه ان انت ترشح نفسك لرئاسه جمهوريه مصر العربيه؟ لا بالامانه ما خدتش راي حد خالص. لا طبعا انا يعني في مجال العمل خدت الرأي واسترشدت برضو يعني بس ده في نطاق العمل يعني، لكن غير كده ما خدتش رأي حد يعني. مش فاهم. يعني في زملاء اكيد زملائك عسكريين يعني اكبر مني. اه طبعا الرتبه انا افهم يعني كده يعني اللي بيسال دايما يعني الرتبه الاعلى ايه رايك يا سياده المشير، ايه رايك يا سياده الفريق. يعني خدت برضو استرشدت في هذا الجانب براي البعض يعني. قالوا لك ايه؟ اتكل على الله. انما اصدقائك العسكريين ما حدش قال لك لا؟ الحقيقة لا. لا. حضرتك بتكلم المشير؟ من حين لآخر ده طبيعي يعني، من حين لآخر يعني. طبعًا أنا مش مانيش ملح عشان أنا عارف الظروف الفظيعة اللي إحنا بنمر بيها دي، مش عايزة برضو شيء من ال يعني، عايزة برضو الواحد يكون خفيف يعني، وده طبيعي الحقيقة، مش ما ببقاش لحوح يعني. هو المشير بيكلمك؟ العلاقة طيبة جدا وعادية وكل حاجة ماشية على الخطة السليم يعني.